هلو يا اخوان، عاملين ايه؟ يلا بينا نقول لسن 2. لسن 2 في يونت 2، والليسن ده اخر لسن داخل معايا، هيبقى في نوفمبر. تمام. فالليسن ده بيتكلم عن الانرجي ترانسفورميشنز. طب ايه هي الانرجي ترانسفورميشن؟ هقول لك، يعني احنا عايزين نتكلم على كل الديفايسز اللي اراوند اس. يعني مثلا عندي الالكتريك لامب. هي الالكتريك لامب دي انا بستخدمها عشان ايه؟ علشان هي اصلا بتكونفيرت الالكتريك انرجي وبتديني لايت انرجي. طب انا من غير الالكتريك لامب دي، هل انا هعرف يكون عندي لايت انرجي؟ يعني انا عندي دلوقتي سورس اوف الكتريسيتي، هل ينفع يكون عندي لايت، او اكونفيرت ده اكونفيرت الالكتريك انرجي دي للايت انرجي من غير ما يكون في عندي ديفايس يكونفيرت الكلام ده؟ فعلا انا عندي بقى الليسن كله بيتكلم عن الديفايسز وعن الترانسفورميشنز اللي موجوده في الديفايس. فقال لي نمبر 1، فاكر اخر حاجه احنا وصلنا لها في الليسن 1 كان ايه؟ قال لي كان الايه؟ البندرم والانرجي ترانسفورميشن في البندرم. جيت قلت ان انا عندي البندرم بيوصلني هنا الماكسيمم هايت ويرجع يعدي بالجراوند ستيت، وبعد كده يوصل للماكسيمم هايت تاني ويفضل ايه؟ يشتغل على الكلام ده. قال لي كده كده احنا عارفين ان الميكانيكال انرجي ات اني بوينت هي فيكسد فاليو، ات اني بوينت هي فيكسد فاليو. فانا عندي ميكانيكال انرجي هنا ايكوال ميكانيكال انرجي هنا ايكوال ميكانيكال انرجي هنا. طب ايه اللي بيختلف بقى؟ قال لي اللي بيختلف الفاليو بتاع البوتنشال انرجي او بتاع الكاينتيك انرجي. فانا عندي هنا عند الماكسيمم هايت، ما دام ماكسيمم هايت، مين اللي بيديبند اون الهايت؟ البوتنشال ولا الكاينتيك؟ البوتنشال طبعا. قال لي اولا البول بتيجي توصل لحد هنا وتقف، معنى ان هي وقفت يبقى مفيش موشن، يبقى انا عندي الكينيتيك انرجي ايكوال زيرو. فانا عندي سواء البوينت دي او البوينت دي، الميكانيكال انرجي بتاعتي كلها عباره عن بوتنشال انرجي. طب ازاي والميكانيكال انرجي اصلا بوتنشال انرجي بلس كينيتيك انرجي؟ هقول لك، ما هي الكينيتيك انرجي عند التو بوينتس دول بزيرو، فما دام الكينيتيك انرجي بزيرو يبقى الميكانيكال انرجي ايكوال بوتنشال انرجي. طب لما نيجي نقرب عند الجراوند ستيت، قال لي من اول ما نيجي نقرب عند الجراوند ستيت بتبقى الكينيتيك انرجي ماكسيمم فاليو، طب والبوتنشال انرجي بتبقى المينيمم فاليو، بتبقى الايه؟ المينيمم فاليو. وكمان لو وصلنا عند الجراوند ومفيش هايت خالص، يبقى البوتنشال انرجي عندي بزيرو. البوتنشال انرجي بكام؟ بزيرو. طب يلا نابلاي على الكلام ده بالبروبلم دي. قال لي a moving pendulum has a potential energy of، ادي اهو دي الفاليو بتاع ايه؟ بتاع البوتنشال انرجي at the maximum displacement، يعني ال 0.8 جول ده عند الماكسيمم displacement اللي احنا قلنا عليها هنا اهي. يبقى معنى كده، معنى ان البوتنشال انرجي 0.8، مش يعني كمان الميكانيكال انرجي 0.8. تمام. قال لي طيب if the mass of ball is 0.6، ده الماس كيلوغرام، and acceleration due to gravity اللي هي gravitational force يعني ب 10، ايه هو الهايت اوف بندلم؟ عايزين نحسب الهايت اوف بندلم. قال لي طيب، ما احنا ممكن بقى نقول في الاول خالص ان انا عندي البوتنشال انرجي هتبقى ايكوال ايه، سوري، يبقى عندي البوتنشال انرجي هتبقى ايكوال الهايت باي ويت، صح كده ولا لا؟ تمام. طب انا عندي الويت، قال لي انا عندي البوتنشال انرجي اللي هو ايه البوتنشال انرجي؟ قال لي البوتنشال انرجي اللي هو 0.8، صح كده ولا لا؟ طيب والهايت، قال لي الهايت هو اصلا عايزها. طب والويت، انا ما عنديش الا الماس. قال لي طب ما انا عندي الماس ده باي 10 هيديني الويت، يبقى 0.6 باي 10، يبقى دي عندي كلها على بعض، ده هو ده الويت، صح كده ولا لا؟ دي كده البوتنشال انرجي. طيب يبقى كده هعرف اجيب الهايت ولا ما اعرفش اجيب الهايت؟ طبعا هعرف اجيب الهايت. يبقى الهايت ايكوال ايه؟ الزيرو، صح كده، زيرو
point 8 هيبقى divided مين بقى؟ ال 6. طب 6 يا ميس حضرتك جبتيها منين؟ ما انا عندي 0.6 by 10 يبقى 6، صح كده ولا لا؟ طيب تمام، ادي اول حاجه الهايت، وهنكالكوليت الهايت كده، بقت سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. طيب قال لي عايز بقى الكينيتيك انرجي ات ذا بوينت بي، من غير ما احسبها، عند البوينت بي، بي اللي هي الماكسيمم ديسبيسمنت، كينيتيك انرجي بيكوال ايه؟ كينيتيك انرجي هتبقى ايكوال ايه؟ من غير ما احسب اصلا باي لو، الكينيتيك انرجي عند بوينت بي عند الماكسيمم ديسبيسمنت على طول بتبقى ايكوال ايه؟ زيرو. ايكوال ايه يا ولاد؟ ايكوال زيرو، تمام كده؟ طيب ده كده كانت الانسر بتاعتي. قال لي طيب هو بس كان بيفكرني ان انا عندي انرجي ترانسفورميشن، عندي ديفايسز تعمل لي انرجي ترانسفورميشن. طب هيسكت بقى؟ قال لي لا، احنا عندنا حاجه اسمها الالكتريك سيل. حاجه اسمها ايه؟ الالكتريك سيل. طب انا عايز دلوقتي اشوف الانرجي ترانسفورميشن في الالكتريك سيل، عايز اشوف الايه؟ طيب نمسح بس اللي احنا عملناه، تمام. قال لي فانا عندي دلوقتي هنا دي مين؟ قال لي السيمبل الكتريك سيل. فالسيمبل الكتريك سيل عشان اجهزها اعمل ايه؟ قال لي هجيب diluted H2SO4 ده اسيد، وبجيب two different metals، ولازم وباكد اهو على two different metals، ما ينفعش two metals يبقوا زي بعض. فعندي واحد كبر وعندي واحد زنك، وبكونكت الاثنين ببعض دول كده بواير، وبحط انديكيشن ليا للالكتريسيتي اللي هي مثلا اللام. قال لي بقى after time passing ايه اللي بيحصل؟ قال لي بلاقي الالكتريك لام دي حصل لها ايه؟ لايت اب. طب معنى كده انا عندي هنا انرجي ترانسفورميشن من ايه لايه؟ قال لي نمبر 1 الكيميكال انرجي تشينجد انتو الكتريك انرجي، دي حقيقه صح؟ الكيميكال انرجي ايه؟ قال لي ما كل الزنك والكبر والدايليوت دي اتش 2 اس او 4 كل دول هم عباره عن ايه؟ كل دول عباره عن كيميكالز، يبقى انا عندي الكيميكال انرجي تشينج انتو الكتريك انرجي. قال لي طب وبعد كده بقى؟ قال لي في اللامب بقى، ده الكلام ده في الالكتريك سيل، ادتني الكتريك انرجي. طب ايه اللي عرفني ان في الكتريك انرجي؟ الالكتريك لامب خدت بقى الالكتريك انرجي دي وتشينج ات انتو لايت انرجي، وتشينج ات انتو لايت ايه؟ لايت انرجي. طب قال لي طب لو انا عندي بقى الكتريك بيل؟ قال لي لا، لو الالكتريك بيل يبقى هيتشينج الالكتريك انرجي لساوند انرجي. لساوند ايه؟ انرجي، يعني هو بياخد الكتريك انرجي وبيديني ساوند انرجي، وبيديني ايه؟ ساوند انرجي. طيب الفيديو اللي جاي هنركز فيه جدا عشان هنشوف ترانسفورميشن اوف انرجي انسايد ذا كور، تمام؟ ماشي، انا مس مي ساينس اند بيولوجي تيتشر، ما ننساش السبسكرايب عشان والنوتيفيكيشن عشان اي فيديو يوصلك على طول، يديك نوتيفيكيشن على طول، تمام؟ باي باي يا ولاد.